يلا كيلو لحمة مقطعة طولي كمان، 3 معالق كبيرة خل، معلقة كبيرة بهارات شاورما، هيلو قرفة، ومعلقة كبيرة بودرة بصل، معلقة كبيرة بودرة ثوم، فلفل وملح. طبعا للتقديم سمة وبصل، مخللات، المتومة، كل إشي هني بحبوه. حطيت الملح. حطينا الملح. أنا حاطة بهارات مشكلة وشوي بهارات شاورما اللي عندهم بالبيت بيقدروا يستخدموه، هاي بهارات الشاورما. أوكي. بهارات الشاورما اوريدي بيجي فيها هيل، بيجي فيها قرفة، بيجي فيها بودرة بصل، يعني فيها كل إشي، بس برضو بدهم يحطوهم ما بتعطي النكهة اللي بدنا إياها القوية. أوكي. حسيت أنا مبدئيا البهارات على شاورما اللحمة والشاورما الدجاج نفسها. تقريبا نفس الشيء. مزبوط، هي نفسها، بس اللي بيفرق قلت لكم انه ما حطيت فيها ليمون. وانا الصراحه حبيت اعمل التنتين عشان ما يحسوا انه في اختلاف او شيء تغيير بيناتهم، لانه بحضر كثير فيديوهات بلاقي الناس كثير مغيره بالاشياء مع انها هي. ان شاء الله اليوم هيك تغيري تفكيري، دائما بحكي لا ما بدي اعمل شاورما بالبيت. طب اسالك سؤال واحكي ضميرك، قديش مره عملنا طبخات انا وياكي وطبقتهم بالبيت وغيرتي رايك؟ كثير بصراحه دائما. طب انا اليوم بقول لك ان انا بحب البيتزا كثير. اوكي. وعشق البيتزا، بس ما عمري تهيأ لي اني انا اعمل بيتزا بالبيت. عرفتي انه لمجرد انه صاحبه يمكن ما تزبط معي العجينه، لا يمكن ما تزبط، بس معاكي هون نغير تفكيري 100%. دائما بقول لك بتغير. شوفي انا اليوم بدي ادخل انا وياكي تحدي عن جد، نشوف اليوم هتغيري رايك ولا لا. اوكي. شوفوا انا الكميه اللي انا عامليتها، مثلا عامله كيلو لحمه واستخدمت طبعا لحمه عجل، اقول لهم حنين انا اضبط يستخدموا لحمه عجل، بيقدروا يستخدموا لحمه خروف، بس انا ما بحبها مدهنه صراحه، ما باكلها برا لانها كثير فيها نسبه دهون، واتوقع هي بتطلع اطرى شوي. بالضبط، وما بتاخذ وقت كثير على الغاز. جربتها انا بلحمه الخروف تنشف اسرع. اوكي. اوكي. انا هي بدي اترككم شوي يتبلوا، لاني انا مو محضره بالبيت، حابه اليوم كل حلقتنا تشوفوها من هون. بالضبط. هلا يفضل قلت لهم انهم يتركوها تقريبا ساعه ساعتين اذا عندهم وقت يعملوهم قبل بيوم. هلا انا بدي احط زيت وبدي مقلايه تكون كثير حاميه عشان اسقط عليهم اللحمه والجاج. ما راح ياخذوا كثير وقت، تقريبا 10 دقائق لربع ساعه، بس بالبيت اذا كانوا عاملينهم ومتبلينهم اكثر يعني وقت اكثر راح تكون نكهه كثير طيبه وراح وقتهم على الغاز راح يكون اقل. اوكي. قد ايه بتحسي من بلد لبلد نكهه الشاورما بتختلف؟ هلا انا ما صح لي كثير اسافر اماكن، بس الاماكن اللي انا سافرتها مثلا رحت على تركيا، رحت على سوريا، على لبنان، صراحه ولا في بلد اكلتها بنفس الطريقه. صح. بس حبيت يعني انا تبعتنا اكثر من التركيه، ما بعرف اذا الكل بي انا رحت يعني على لبنان والشاورما تعيتهم شوي بتحسيها قريبه من شاورمتنا، مو بعيده. صح. كثير حبيتها. باليونان في لهم شاورما بسموها ييروز، اذا سامعه فيها. هلا بتشتغل بالطريقه اليونانيه اللي هي الخبز مختلف بحطوها، بحطوها مختلف معها. والخضره اللي بحطوها معها مختلفه، مع انه هلا احنا هون بالذات عن جديد صارت الشاورما لها طرق كثيره، يعني اللي بحط لك معها خس، ذره، يعني كل مطعم عم بتفننها بطريقه ثانيه، او حتى كل ست عم تتفنن بطريقه شكل. هلا انت طريقتك هيك، انا هاي الطريقه اللي بحبها باي ذا واي عشان تكوني بالصوره. هاي الطريقه هاي طبعا انا حطيتها على نار كثير عاليه زي ما بقولوا. انت مثلي التقليدي اللي احنا بنعرفه، هاي هي الشاورما اللي متعودين عليها، صح ولا لا؟ طلعي هالنكهه، الريحه شو بتجنن، يا ريتهم هيك كلنا معا. بدي اقرب يعني اشم. بتعرفوا لو حطيتها على نار كثير عاليه وحميت الزيت كثير منيح، ما بدي اياها كثير تنزل مي، بدي اياها المي اللي تنزلها كثير قليله. لمقادير الطحينية بدنا نص كوب طحينية، كوب ماء، ربع كوب عصير ليمون وملح. هلا الطحينية او صلصة الطحينية في كثير ناس بتقولي بتفرط معاهم، بتصير زي حبيبات او مفرفدة بسموها. اوكي. دائما استخدموا مي على البارد، سواء كان صلصة الطحينية اللي بدكم تحطوها للكفتة او بدكم تحطوها لبقدونسية او مثلا زي ما بنعمل صلصة الطحينية اليوم للشاورما. حطيت ليمون ربع كوب، ودائما مقدار المي ضعف مقدار الطحينية دائما. كمان هيك رشة ملح على السريع ومي. انا رح احط مي على الخفيف. انا تخبيت بين الخبازة على لا انا من بين الورد وانت من بين الشجر. انا من بين ايش؟ من بين ال مش عارفة خلص اللي بدك انت اعطيني، يعني من بين ايش قلتي لي؟ بين الشجرات؟ من بين الشجر. هلا كل ما حركتوها كل ما صارت احسن، اذا بتحبوا تعملوها على البلندر اعملوها، بس انا بحس ما في داعي وخلاص ما بدي كمان مي.
والمي حطوها بالتدريج، ما تحطوها مره واحده، لا اذا خصوصا اول مره بتعملوها عشان تحسوها يعني سلسه وصوص كثير منيح طلع على السريع عن جد. نوع الطحينية كمان بيساعدك، في ناس كثير بتقول انه الطحينية نفسها، نوع الطحينية دائما بتعرفي انا بجيب طحينية اللي بتحنوها قدامك عن جد؟ من وين؟ يعني بالمحلات؟ في كثير محلات للطحينية والله ما بعرف هلا موجود حتى بالمولات يعني بتروحي تاخذيها. انت هلا بتعملي صلصة الطحينية؟ شوفي خلصتها. بدي احكي لك انا كيف بعملها، اشوف اذا نفس الطريقة. أوكي. ما ركزت معك بصراحة، انت حطيتي الطحينية وايش حطيتي عليها؟ ما انا خليتك ايش بفيلم ثاني تغري فيه. حطيت طحينية وليمون ومي أوكي. وملح. نفس طريقتي، نفس الشيء انا بعمل. بدها شوي ملح وشوي ليمون، انا بحبها شوي حامضة. انا نفس الطريقة بعملها بالضبط. يعني هو اتفقنا ممكن احط شوية خل اذا حطيت، مش دائما. هلا شوفي الخل اختياري اوكي، بس بما انك حاطه حامض بحس انه خلص ما له داعي يعني. لا انا مش دائما بحطها، بس في اوقات بحط فيها الحامض. بتعرفي كثير ناس بشوفهم بيقولوا لي انه الطحينيه مش ظابطه معهم. عن جد انا بحبها من بين ايدي بصراحه، كون صريحين يعني. عندي مشكله انا بالملح بهاي الطريقه. بتحبي الملح معها؟ إيه لا بس هو انت بتعرفي ليش ما عم بملح؟ الملح هلا هون. اوكي يلا هيني. شوفوا خلاص خلصتها، هاتي نحطها ب اوكي. خلينا نحطها، طلعوا طلعوا قد ايه سموذي وناعمه ولا مالها اشي، مي على البارد بس، هي هاي كل فكرتها. طلعوا ما احلاها. حتى لو جأت المطبخ انا على الاخر. رح نعمل البصل مع السماق. بصل مع رشه ملح وسماق. طبعا بيقدر يحطوا بقدونس، انا بستخدم سماق بلدي. أوكي. وهذا لازم ينفرك، طلعي هيك في ايديهم. يعني مش انه حطي رشه وحركيه. ليش فركتي؟ عشان اللون اول شيء يكون كثير حلو، اوكي؟ لون البصل بصير على حمار دايركت، طلعي. أوكي. دايركت صار على حمار. وتاخذ نكهة السماق، ما انه يعلق السماق على البصل. اوكي ويصمد وقت كثير طويل، بتعرفي هذا بسموه البصل بكنن، بتعرفي؟ لا انه بيطلع له ريحه وطعم كثير قوي، بصير مزعجه. هذا بيقولوا لها انه البصل بكنن، فهيك بيضمنوا انه البصل ما يكنن. ما بكنن يحطوه. هاي اول مره بسمع هالكلمه بكنن. لا ما بتعرفيها؟ لا. طيب اسالي مامتك. اوكي بسالها. شوفي ما احلى هالسفره هيك اللطيفه. انا رح احطهم بهدول. سفره ناعمه حلوه. طيب يلا انا احطهم. طبعا مبدئيا انت عملتي كل شيء بخص الشاورما من الالف للايش؟ للياء. للياء. ما حكيت حابه اطلع لهم بفكره انه بعرف انه الكل بيعمل شاورما، وبعرف انه يعني في طرق كثير مختلفه وكذا، بحب دائما اجيب لهم طرق بسيطه وسهله، بس قلت الحلو انه يعرفوا الاشياء اللي بجنب الشاورما كيف بتنعمل، رح تكون فكرتها هيك الطف. هيك طلعوا هالمنظر والريحه اليوم، متحمسين تاكلوا؟ انا متحمسه ادوق واكل.